قلت له انا انت مكيف جماعه السويد اقل شيء الطبيعه كذا. قال والله انا احسدك هلا على قاعدتك بالسودان، على اقل شيء تنزل بالشارع تحكي مع ناس كذا تفهم عليهم ويفهموا عليك. فيا نبي الهدى لي لا هنا سالكم. جينا وجيناكم الله محيي ملقاكم، وين ما رحتوا وين ما جيتوا الله محيي ممشاكم. نمشي نمشي وياكم الله يهون مسعاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة معاكم. جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم. الله يعطيك العافية. الله يخليك. مو شوب كتير؟ أكيد شوب كتير. إن شاء الله كل عام بخير. أنت بألف خير يا رب. الله يعطيك العافية. هلا هذيك اليوم اجتمعنا بفرقة، أنتم فرقة تانية ما؟ الله يكتروا. ولا ما في غير الفترة بالخرطوم؟ رتين أو ثلاثة. يلا الله يزيدهم. معناته في شغل. يعني إنه الناس عندها شيء مشاريع في عراس في. الحمد لله. مين رئيس الفرقة؟ أخونا أبو الزين. ايوه هلا هيك تجاوزنا ما؟ تجاوزنا رئيس الفرقة؟ يعني ما سألنا انه اتفضل من عنده. في سوري ما بيعرف يحكي؟ لا المفروض اذا 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 ما حكى بفكر ما؟ كيفك؟ الحمد لله. الله يسلمك. شلون صحتك؟ الله يسلمك الحمد لله. يعني البوزة حموية ها؟ حموية وشامية سوا طبعا. عربية هي بوزة عربية. يعني هو السوريين هون مشاريعهم شغالة بالسودان الحمد لله. لأنه في أرضية للموضوع. والله في تسهيلات كبيرة الحمد لله. بيقدر هون يعني يعمل إنسان مصلحة بسهولة الحمد لله فضل الله سبحانه. بس الناس اللي بتفرج علينا بتقول السودان يعني في مشكلة إنه اجتماعية، شو اسمه المصروف، الغلاء، الدنيا. والله في شوية بس يعني الحمد لله يعني الناس بدأت تغلب على هيك شغلات الحمد لله. حتى يعني أهلنا السودانيين بدأوا يعني يحبوا الشغلات السورية كثير، والأكل السوري والمجتمع غريب عليهم شوي. صار في اندماج الحمد لله. يعني حتى أغلب الناس اللي معانا شغالة يعني من السودان الحمد لله. يعني صار في تقارب كثير الحمد لله، ويعني صار تعودوا يعني على المأكولات السورية والمنتجات السورية الحمد لله. هلا هي مهنتك مصلحتك ولا هي اختلفت؟ سلام. اهلا وسهلا فيك. اهلا والله حلو الاصدقاء كلهم ما شاء الله. انت شو الاساس يعني مهنتك؟ الاول نحن والله عندنا مطابع اكياس نايلو صناعه وطباعه بسوريا الحمد لله. هوني والله اجيت يعني الحمد لله يعني قدرنا نعمل هيك مصلحه الحمد لله. اسمي كريم. انا حسين بوشي. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك ان شاء الله والف مبروك. سلام. كيف الحال؟ انت برضه بتقولوا كيف الحال؟ ايوه عندكم بنقول هيك. كيف الاخبار؟ انت برضه بتقول كيف الاخبار؟ هاي بسيط بسيط، لكن اللي في ناس بيقولوا كلام سريع كيف الاخبار؟ شر طيب الحمد لله ما بيفهموا حاجه. كيف الحال؟ وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا فيك. الله يسلمك الله يبارك فيك. نحن بنعرف السودان منيح من الكتب، من المتابعه، من التلفزيون. نعم. وفينا اصدقاء كثير بسوريا السودانيين. مو مجاملة يعني وقت اللي بتشتبه بأي سوداني بتشعر براحة.
نعم. وإن شاء الله دائما أهلا وسهلا فيك. رحت سوريا؟ لا ما رحت. رحت سوريا عام 2012، قدمت إغاثة مع الحدود مع تركيا عن طريق باب السلام. حلو، الله يعطيك العافية ويجزيك الخير. الله يبارك فيك. الله يسلمك. كيف الجمعة شايفة بين السوريين والسودانيين؟ يعني أنا صراحة أنا عندي محبة في الأخوة السوريين، بالرغم المعاناة اللي بيعانوا منها الأخوة السوريين، لكن مرات نحن بنقول مصايبة قوم عند قوم فوائد. صح أنه الأخوة السوريين تشردوا وجوا لبلد نحن نعتبر بلدنا الثاني، ونحن من واجبنا أنه نستضيف، ومن واجبنا أنه يأخذ معنا الجنسية، ومن واجبنا أنه يتغاسم معنا لقمة العيش. لكن هم كمان السوريين، شوف الفائدة اللي استفدناها نحن في السودان. الآن شكل الشارع السوداني تغير، شكل المطاعم تغيرت، شكل المحلات تغير. في مناطق كثيرة جدا في المنطقة الصناعية الآن بدأت مصانع صغيرة وكبيرة، في مستثمرين صح سوريين عدد لا بأس منه، يعني ما زي الموجود في تركيا والموجود في مصر أو دول الخليج، لكن نحن نعتبرهم عدد مقدر. ونحن نعتبر السوريين الآن لأنه السوريين أصحاب مهنة يعني، وعندهم مهارات فنية عالية جدا جدا، ونحن نعتقد أنه وجودهم في السودان هو بيساعد في نهضة ونمو الاقتصاد السوداني. لما ألمانيا ميركل قالت دائرة 100,000 سوري، ما محبة في السوريين، لأنه هم عارفين أنه العامل السوري أو الفني السوري زول ماهر عنده مقدرات عالية، فلذلك العالم كله كان بيحب السوريين أنه يدخل عنده، لأنه عندهم مقدرات وعنده يعني. ما هو الشاهد أنه سوريا دي قبل الحرب ما عندها موارد، لا عندها بترول، لا عندها غاز، لا عندها موارد كبيرة، يعني عندها أراضي زراعية بسيطة، لكن مقدرة المهارة السوري غفزت بسوريا وبقت من الدول، يعني بقت منافسة لمصر في الوطن العربي من حيث الصناعات والإنتاج وخلافه، ودولة غير بترولية لكن أصبحت مكتفية. أهو جات الحرب والظروف، ولحسن الحظ أنا برأس لجنة بتاعت إغاثة الشعب السوري في السودان. أنا بدي أسألك إنه هي الدراية، يعني ما هي دراية شخص يعني متابع لا صحافة ولا تلفزيون، متمرس فيها بكل زواياها. الاسم الكريم؟ أنا اسمي ضفع الله محمد كانون. يا أهلا وسهلا فيك، متشرف فيك والله. نائب مدير منظمة معارج الخيرية، ولذلك أنا بكون سعيد جدا لما ألقى سوري فتح محل، بكون سعيد لما يكون عنده مصنع، لأنه عارف أنه ده معناه استقرار للسوري في السودان. استقرار للسوري في السودان معناه استثمار أكثر في السودان، معناها حركة اقتصادية، تجويد أكثر. يعني ومرات لما نشتغلوا كده السوريين بيقفلوا بعض المحلات تحت السودانيين يعني، ودي موجودة في الأردن، مشيت الأردن في المعسكر تاع الزعتري، حتى بتركيا صح؟ في الأردن في معسكر الزعتري في سوريين قاعدين هناك، فلقيت لك في عمان الناس يعني ما برضو السوري يفتح جنبه لأنه محله حيقفل طوالي خالص، حيقفل. لكن هي أرزاق، ليش أنت يعني؟ ما هو ربنا يقطع من هنا ووصل من هنا، أنت خلي إيمانك بالله قوي، الرزق من عند الله. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما رحتوا وين ما جيتوا، الله محيي ممشاكم. نمشي وياكم، الله يهون مسعاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعة معاكم. هلأ هون منظمة الرباط التركية في السودان الخرطوم، يعني مهمتها هي عمل خيري؟ عمل الخير يعني. نحن عندنا مطعم الخير هنا من 2009، نقوم بإغاثة الأيتام في المدارس. يعني شرطنا أن يذهب الطالب إلى المدرسة حتى يستفيد منا. يعني الذي لا يمشي للمدرسة لا يمشي للتعليم لا يستفيد منا. ليش؟ لا يعني من أجل الأيتام أن يتعلموا وأن يكونوا في المستقبل عندهم منها مهنة
كذا. من أجل ذلك نشترط أن يأتي الطالب اليتيم إلى المدرسة حتى يستفيد من منظمتنا. الأطفال السودان بحاجة لهذا الدعم. بحاجة طبعا. العمل هنا في من السودان، في أتراك، في سوريين، يعني أي حدا ممكن يتطوع يشتغل طبعا. يعني لأن أمة واحدة يعني، الحمد لله. يعني نحن يعني نرى القضية قضية الأمة، ليس قضية القومية يعني. صح. يقوم بها الأتراك أو يقوم بها السوريين. صح. لا، المهم نحن يعني، نحن لمن نقوم هذه الخدمة لرب العالمين في سبيل الله. التواصل سهل يعني، إذا فيكم تقولوا للناس أنه أنتوا هون موجودين أو شو عنكم، عن طريق الفيسبوك، عن طريق أي شيء، إعلانات أو والله ما في عنا هالفكرة، المواقع التواصل الاجتماعي، لكن من خلال المعرفة، المعارف إن شاء الله بقدر نتوصل إلى هون. يعني عنوان المنظمة هون بالخرطوم وين إذا حدا بده؟ طيب، عنوانه هو عبيد ختم، ستوب مكة، جنوب منتزه الرياض. عبيد ختم. عبيد ختم هذا مشهور. أيوة. جنوب منتزه الرياض. لك الله يعطيك العافية. شوف هلا بتذكر نحن شفناه من يومين ما مع فرد إنشاد ومع فرد حلو، الله يعطيك العافية. وهو متطوع. متطوع. الله يعطيك العافية. عافية قلبك، شلونك؟ والله بخير الله يسلمك. يعني الواحد اللي بيكسب وقته ما لشيء له، شيء إنساني، شيء ما بتقدر تنام إلا ما تشتغل يعني. الحمد لله رب العالمين. هيك تعودنا بسوريا. اي والله، الله يعيد لنا سوريا على خير ان شاء الله. ان شاء الله الله يفرج يا رب. هلا بتشعر هون بالسودان في وقت زياده عندك يعني، في بتمل احيانا؟ طبعا الملل هذا لابد منه. موجود بشكل دائم الملل. بس بيقولوا انه يعني اجتمعنا بسودانيين انه السوريين علمونا على السهر، صرنا نسهر كلنا. بالفعل السوريين طبعا ما شاء الله عنهم. ما بيخلوا حدا من شر. بيكسب الوقت اي شيء يعني. خاصة بالليل هون الطقس اخف من النهار، فبالتالي هلا عندك المدينة هون، هلا طبعا غير الارياف، غير الاقاليم الثانية. الاقاليم الثانية ساعة 7-8 تلاقي الناس كلها نايمة، ما في حدا صاحي. هون هلا بسبت انه في السوريين، محلات السوريين والمشاريع اللي فتحوها السوريين يعني غيروا مزاج السوداني بشكل كبير يعني. هلا انا سمعت صوتك، كانت التجهيزات الصوت شوي بعيده ما كثير، بس صوتك يعني بتقول غريب يعني جديد، بس الواحد يسمعه بالنسبه من انه ناحيه يعني، يعني بيقولوا في قرار وفي جواب. طبعا صوتك يعني فيها شيء اخر، ما هو هذا يعني له لولو يعني. هو الشغل اللي يعني تميزنا فيه هون انه نزلنا النغم السوداني. انا ايه سمعت في شيء سوداني. نعم. يعني هلا طبعا نحن بسوريا بشكل عام، كان سوريا، لبنان، الاردن، مصر شغالين بالسلم السباعي. ايوه. اما بالسودان شغالين بالسلم الخماسي. بتفرق. ايه بتفرق طبعا. لو الدنيا شو هات لك وحده سودانيه هيك على السودانيه. ايه. امامنا المصطفى والصفح شيمتنا، إمامنا المصطفى والصفح شيمتنا، فيا نبي الهدى لي لاهنا سالكم وغاية الحب إذ أنتم وقايتنا. الله الله الله. ظلموك بتجهيزات الصوت كثير لأنه كنت عم بسمع. ظلمنا كثير تجهيزات، الله يسامحه اللي ببالي. إنه في شيء حلو بس ما عم نقدر نسمعه. بالفعل كان كثير سيء تجهيزات الصوت فما أعطيت شغل حلو. يلا شوي شوي بتتحسن. إن شاء الله. الله كريم. أولادك اللي كانوا ميلوية دربتهم وتعبت عليهم كثير. نعم إيه والله. زين العابدين ومحمد. اللي ضاين أكثر الأصغر ما؟ والله مو مشكلة ضاين الاثنين ما شاء الله عنهم، ما شاء الله أبضايات، بس المشكلة الأرض مايلة. الأرض صعبة. مايلة الأرض مايلة وبعدين في صبة. وبقيوا يعني. الاثنين ضرب بالصبة. زين.
فالحمد لله بس يعني قاوة مستمر. إيه أنا ما عيرت الوقت بس يعني في خمس دقائق متواصلة. ألف وساعة متواصلة. ساعة. آه. ساعة واصلة. الله يسلمهم. الله يخليهم يا رب. شو أسميهم؟ زين العابدين ومحمد الحريري. وأبوه شو اسمه؟ محمد الحريري. أخي وسهلا فيك. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. الله يعطيك العافية. شكرا شكرا. صار لك زمان هون؟ والله تقريبا ثلاث سنين تقريبا. ثلاث سنوات. منيحة هاي الفترة. ما فكرت تغادر السودان ولا الظروف ما بتخليك تغادر؟ احنا في عندنا مثل بسوريا يقول من لقى خير من اهله بات نام. ايه نام. ايوه. او بات. بات يعني نام. لهجتنا نقول. انت من الجزيرة؟ الجزيرة من القامشلي. يا هلا وسهلا فيك. والله القامشلي غير شكلها. والله القامشلي لوحة. ايه. ايه والله لوحة. لوحة تحكي يعني. يعني غير الطقس والناس هذيك غير شكل. ايه الناس من كل من كل الاجناس. أيوة. يعني مجتمعة فيها. شو درست؟ اقتصاد. اقتصاد خلصت؟ ايه الحمد لله. الحمد لله خلصت. هلا عم تمارسوا هون الاقتصاد. شغالين. احكي مع هذول مع بعض؟ احكي مع رفقاتي اقول. أيوة. انا الوحيد اللي اشتغلت بمجال المحاسبة. المحاسبة. يلا الحمد لله تفرج ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. دوامك كم ساعه هون؟ 10 ساعات. 10 ساعات. ايه بيختلف بينكم وبين الشغل باسطنبول. هون شوي على كيفكم اكثر. على كيف. وهنا بالشغل نتسلى والله. بعض مرات يعني اترك البيت واجي مو يعني تختلط بناس. وكذا وكلها شبابنا طيبه يعني. هلا انت مثل اي شاب عم تستنى وعم تنتظر انه تنتهي الحكاية. الواحد لحتى يعرف حاله شو بده يساوي. ما أما هلأ لا خلاص قاعدين. هلأ يعني مريحين يعني مرتاحين نفسيا. أهم شيء راحة النفسية. الواحد وقت يرتاح نفسيا يصير الوقت يمر بسرعة. صح. في شباب سوريين تزوجوا من السودان من هون؟ إيه في. أنا أعرف أعرف يعني أنا كنت وكيل شخص. أيوة. أيوة إن الله تزوج يعني من دمجه والعكس كمان ممكن. والعكس انا شفت يعني من ساكن منطقه بحاره اول ما جيت حضرت عرس سوداني تزوج من سوريا. هو من 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 ادلب هم. ايوه يعني قلت لك المجتمع يعني صهرنا بالمجتمع. أوه. السوداني. وهون اهل السودان يعني في تقبل للسوريين يعني بتحس ما في تقبل كبير يعني. كبير جدا لانه اولا السوريين هنا اول شيء فتحوا مشاريع وكذا وفاتوا شراكات مع بعض. التعامل بتصور يعني قيمك عن الاقتصاد. السوداني اول ما يعني اول ما تتعرف عليه يعرفك او ما يعرفك اهلا وسهلا مرحبا كثير يعني. مساله السلام عنده يعني تصور انا برمضان او اي شخص مو انا ما يقدر يمشي بالشارع. بده حدا يدخلك يفطرك عنده قبل الفطور يعني. عاد هالشيء هذا يريح الواحد نفسيا. صح. ايه يعني بيحس الواحد انه اهله. ايه يحس انه ما منبوذ من المجتمع هذا. ايوه يعني عمليا اذا بدنا نقول بصراحه انه السوريين كتعامل مع اي مجتمع راحوا لعنده السودان تجي اولا. يعني انا ما كنت اتوقع انه يندمجوا بهالمجتمع بهالسرعه وبهالجوده. خلينا نقول بهالجوده يعني. طلع معي واحد من منطقتنا من الحسكه بالسويد. ايه. قال لي اقسم بالله انا احس لك انه انت بوطن عربي. قلت له انا انت مكيف جماعه السويد. أقل شيء الطبيعة كذا. قال والله أنا أحسدك هل على قاعدتك بالسودان. قال أقل شيء تنزل بالشارع تحكي مع ناس كذا تفهم عليهم ويفهموا عليك. جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم وين ما رحتوا وين ما جيتوا الله محيي ممشاكم. نمشي نمشي وياكم الله يهون مسعاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة معاكم. جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم.